ذرية الشيخ عيسى الصيادي الرفاعي، سيد سالم، السيد خلف، السيد عيسى الصيادي، والسيد محمود المشهداني. ما شاء الله، انت شو يصير لك عبد الكريم؟ المشهد كله ولد عم. الحين بسألكم، الليل ربيع الصالحين المؤمن. اي والله، وهذا ديوان الوالد وراكم ابو يعقوب الرفاعي، السيد وساشم بن سعد الرفاعي، يعني من 67 للحين كم سنه؟ ما شاء الله بدا حساب والله يا سيد، يعني الحين 53 سنة. هذا أكبر، مو 53 تقريبا، أكبر إرث هذا. هذا لازم نحافظ عليه. الليلة الجمعة الموافق 3 ذي القعدة 1443 2/6 2022. والليلة الصيف أطول ولا الشتاء سيد؟ لا الصيف. الصيف، فبماذا توصون؟ الشتاء أطول من الصيف. الشتاء، بماذا توصون المسلمين جميعا والصوفية خصوصا؟ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عيسى شنو كانت ورده، الورد الرئيسي له؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله، له مريدين بالعالم كثير. نعم نعم. حاليا خليفته عبد الغفور ولا حد رسمي؟ في عندك ما شاء الله. لا الرسمي، الرسمي في ختائر عندنا كبارية، يعني لا في حدا محدد لنا. مشايخ كثيرة. هو طريقة الرواسية من سيدي غريب الغرباء السيد الرواس، اجى بعد سيدنا الشيخ عيسى. الله. نعم، على دور سيدنا ابراهيم الطماس رضي الله عنه. الله. ابن الشيخ عيسى. ايه زين، وبعدهم لما اجى هو زار قبر الشيخ عيسى. وابو الهدى الصيادي. لا ابو الهدى زاد قريب. صح. على دور الدولة العثمانية. صح. يزار شلون؟ زار السيد الرواس، زار ضريح جدنا الشيخ عيسى، وزار السيد ابراهيم الطماس في بيته. الله. نعم. حتى في قصة عليها مشهودة. أيوة والله. كان هذا بذاك الزمان جفاف، يعني الدنيا ما تجيب مطر، فلما ضاف السيد الرواس سيدنا إبراهيم الطماس، سيدنا إبراهيم الطماس قال للفلاح اللي عنده، قال يا باريد أعلمك بأبيات شعر تقولها للشيخ الشيخ الرواس بإذن الله تعالى الصبح. قال له تمام. فلما أصبحت عليهم الدنيا قال شيخ ما الله يداك ننزل نشوفها زروع. فلما دحق السيد الرواس ولا الزروع الارض مشققه عطشانه، لقى جا الفلاح سلم عليهم باسيد الشيخ، قال شيخ طاح بيت عتابه، قال تفضل. تسلم. ايش عندك؟ قال والله يا شيخي، يقول رجال اذا حلوا بمنزله حل السرور وسارت جود، اذ ساروا تحيا بهم كل ارض ينزلون بها كانهم في بقاع الارض امطاروا وتشتهي العين منهم منظرا حسنا حسن. لأنهم في عيون الناس أقمار. قال صرخ سيد الربوة سيدنا أبو سيد محمد وقال الله أبشر. قالوا صلت سبحان الله، ينزل المطر حتى ارتوت الأرض. سبحان الله. سيد الطمساني، سيد إبراهيم الطماس بحقبة سيدنا محمد طماس. شنو كان من سيد إبراهيم الطماس؟ نعم ابن الشيخ عيسى. الله ابنه لك كبير. ايه عليهم السلام سيد ابراهيم. نعم. وانتم ماشيين على طريقهم ها؟ ان شاء الله. مبروك يمينكم. فاتحه حطوها مشتركه. اللهم الوالد يقول ادم دمير رضوان عليهم مدنا بالاسر. جينا من احمد الرفاع السلطان قد علت نجداته. الله يرضى عليك.